عليكم. اليوم نعرفكم بفندق، وهذه لأول مرة في القناة نقدم لكم الفندق هذا، فندق رئيس المرسى. وهذا فندق رئيس المرسى يقع في بلدية المرسى في دائرة برج البحري بولاية الجزائر العاصمة، واللي هو يعني رغم أنه يعتبر يعني شكل دياله جميل جدا ويقع في محيط يعني رائع، وكذلك هو تابع للقطاع العام، واحد من الفنادق اللي تسيرها الوكالة الوطنية للسياحة والفنادق، واللي تم تجديده في الأونة الأخيرة وإعادة فتحه. إذن أترككم تتابعون ما تبقى مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.